أكو في مجتمعاتنا فئة مستهدفة، إما لأجل هالنوازع النفسانية اللي موجودة عند الإنسان، أنا أشوفك إنسان ناجح وإنسان موفق وإنسان كذا، اخترقت الصفوف وصلت تاجر ناجح، عمرك بعد 35 سنة وأنت وصلت إلى درجات عالية من المال، شو أقول أنا؟ أنا إنسان ما عندي هالقدرة، أقول هذا إنسان سارق بواق. طيب منين بواق؟ سويت عمليات حسابية إلى؟ تعرف ميزانيته دخله وخرجه؟ طيب وين برهانك على هذا؟ زعيم سياسي افترض، زعيم اجتماعي وجيه، بسرعة الإنسان من هالنوع أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وشك بحجاية خل تمضي، إذا ما أثرت في 10 أثرت في 5 وأنا في الربح. طيب فالفئة المستهدفة فئة يعتمد عليها المجتمع بنحو من الأنحاء، واستهدافها بالأضاليل والأكاذيب والتهم ينتهي إلى إضعاف المجتمع، وأحيانا تستمر هذه الإشاعة فترات أطول مما ينبغي. لذلك إحنا ينبغي أن نلتفت إلى هالحالة اللي موجودة مع كثير للأسف الناس، كل ما صار تقدم تقني استفادوا من ذلك في أمور إيجابية، في نشر العلم، نشر المعرفة، نشر الثقافة. طيب إحنا أو بعضنا لا أقل نستفيد منه، واحد يكتب حكاية سيئة بسرعة ينقلها إلى الجروب ماله، الجروب هم بسرعة ينقلها في مثل لمح البصر. زين هذا أنت تسعى في هدم مروءة إنسان من دون أن يكون لك مبرر شرعي. وما يهم، أنا أشرت العام الماضي، ما يفيد أن واحد يقول كما وصلني، هذا مو عذر. يوم القيامة يجرجرون الواحد ماكو كما وصلني، أنت كنت معين على الشر وعلى هدم مروءة آخرين وهتك شخصياتهم من دون بينة ولا برهان، وكنت مشارك، لازم تقدم جواب، هناك الجواب ما يفيد والله وصلني هذا وأنا نشرته، ما يفيدك هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مقوترة القضية. تالي هذه شخصيات الناس، شقد الإنسان يشتغل حتى يصنع إلى شخصية. يشوف مثلا هذا التاجر حتى يصنع إلى شخصية معقولة بين الناس شقد لازم يشتغل، هذا المثقف الواعي حتى يصير إلى حضور اجتماعي محترم في وسط المجتمع شقد لازم يشتغل. أنا أجي بخمسة أسطر فقط أسجلها على الواتساب أو على الفيسبوك أو على تويتر أو على بيان أو على غير ذلك، وأهدمها الكيان اللي هو يشتغل عليه مدة 40-50 سنة حتى صنع لنفسه هذه الشخصية، هذا وراها حساب. الإمام الصادق يقول من روى رواية واحدة على مؤمن يريد بها شينه وهدم مروءته خرج من ولاية الله، بعد طلع برا ولاية الله شقد تسع، هذا يطلع برا الولاية الإلهية. حتى لو تبين للإنسان، عندنا حديث عن سيد الأنبياء المصطفى محمد، يقول شر الظانين المتجسسون،
وشر المتجسسين القوالون، وشر القوالين الهتاكون. إنسان يظن ظن بعدين يروح يتجسس، هذا شر. تجسس بعدين يقول هذا شر من ذلك، قال قولا هتك به مروءة شخص، هذا بعد شر الجميع.